بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 24. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإننا في ختام هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي لم يبق منه إلا القليل، وهكذا الدنيا، مرور أيام وانقضاء أعمار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. السعيد من وفقه الله لاغتنام هذه الأعمار وهذه الأيام وهذه المواسم، اغتنمها لنفسه وقدم فيها خيرا يجده عند الله، والشقي من حرم الخير. ومرت عليه هذه الأيام ومرت عليه الأعمار وهو في غفلة مع الغافلين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية. أيها الإخوة، من كان محسنا في هذا الشهر فعليه بالإتمام، عليه بإتمام الإحسان، ومن كان مسيئا فعليه بالتوبة، فإن الأعمال بالخواتيم، وباب التوبة مفتوح، ولا تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا يزال أمام المسلم فسحة للتوبة ما لم تغرغر روحه بالموت، فإن التوبة مقبولة ليلا ونهارا. ولكن المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ما بقاؤه في هذه الحياة، هل هو سنين أو شهور أو أيام أو ساعات أو دقائق، ما يدري منا أحد. فلنبادر بالتوبة إلى الله وتصفية حسابنا من هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الإخوة، إن الأعمال الصالحة تختم بالاستغفار، ومنها شهر رمضان يختم بالاستغفار. العبادات والأعمال الصالحة تختم بالاستغفار، لأن التقصير حاصل والاستغفار يجبر النقص. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وهو أعبد الخلق لله عز وجل، كان يكثر من الاستغفار، فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفريضة إذا سلم من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة قبل أن ينصرف إلى الناس بوجهه الشريف كان يستغفر الله ثلاثا فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. دل على أن الصلاة الفريضة تتبع بالاستغفار قبل الذكر، وقيام الليل يختم بالاستغفار. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. والاستغفار يختم به الحج، قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الاستغفار تختم به المجالس، من جلس مجلسا ثم قام ثم قال عند قيامه ثم قال عند قيامه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك اللهم وأتوب إليك كان كفارة لهذا المجلس. إن كان مجلس خير كان هذا الدعاء وهذا الاستغفار كالطابع عليه، وإن كان مجلس غيبة أو نميمة أو مجلس شر فإن الله يغفر ما حصل فيه بهذا الدعاء وهذا الاستغفار. والاستغفار يختم به العمر، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة كما قال ابن عباس رضي الله عنه بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أن عمره قد وافى وافى على الانتهاء. هذه علامة، ما ذكره الله في هذه السورة هو علامة على قرب وفاته صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأنه لما فتحت مكة جاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع بعدما نزلت عليه هذه السورة يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، يفسر هذه السورة. فعلينا بالاستغفار والاكثار من الاستغفار. وأيضا شهر رمضان يختم بالتكبير، وذلك في ليلة العيد. قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع التكبير في ليلة العيد إذا أعلن رؤية الهلال، هلال شوال، فإن المسلمين يكبرون
وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكرر هذا ويرفع به صوته في الطرقات وفي البيوت وفي المساجد وفي خروج الناس لصلاة العيد إلى أن يحضر الإمام. هذا هو التكبير المشروع، وكل مسلم يكبر لنفسه. وأما التكبير الجماعي فهو بدعة، تكبير الجماعي جماعة يجتمعون ويكبرون بصوت واحد هذا بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل مسلم يكبر، ولا يكبرون جماعة بصوت واحد، هذا ما كان السلف يفعلونه. كان السلف يكبرون ويرفعون أصواتهم ولا يعقدون هذه الجماعات للتكبير وهذا الصوت الواحد، هذا يحول التكبير إلى ما يشبه الغنى ويشبه الأناشيد ولا يكون تكبيرا، وإنما يكون تطريبا. فالواجب على المسلم أن يجتنب البدع المحدثات وأن يلزم السنة، ففيها الخير الكثير، والبدع لا خير فيها. قال صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومما يتبع به هذا الشهر المبارك صدقة الفطر، زكاة الفطر، هذه تجب على كل مسلم، على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، وهي زكاة للبدن، زكاة للبدن غير زكاة المال، زكاة للبدن. فإن الزكاة معناها الطهارة وحلول البركة، وهي ثلاثة أنواع، الزكاة ثلاثة أنواع: زكاة النفس، وذلك بطاعة الله جل وعلا، قد أفلح من زكاها، زكاها بالتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى. فالنفوس تزكى بالطاعات والحسنات وفعل الخيرات، هذه زكاة النفوس. وزكاة المال، زكاة المال، وهذا في أموال الأغنياء، وهي معروفة، وهي أحد أركان الإسلام كما سبق. والثالثة زكاة البدن، وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر في نهاية رمضان، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ففيها خير للصائم وخير للفقراء والمساكين. الصائم تطهره من اللغو ومن الرفث الذي قد يحصل في صيامه، وهي طعمة للمساكين يستفيدون منها في يوم العيد، لأن يوم العيد ما فيه عمل،
يوم العيد ما فيه عمل ولا فيه كسب، الناس معطلين ولا فيه أعمال، فيعطون هذه الصدقة لأجل أن يفرحوا مع الناس في هذا اليوم، وأن يطعموا مع الناس في هذا اليوم، فهي مواساة للفقراء. وهذا من كمال هذا الدين وفضل هذا الدين، وأنه دين التراحم ودين التعاطف. فصدقة الفطر واجبة وفرض على كل مسلم يوافي نهاية رمضان، يوافي هلال الفطر، هي تجب بغروب الشمس ليلة العيد، تجب بغروب الشمس ليلة العيد، فمن مات قبل غروب الشمس ليس عليه شيء، من مات قبل غروب الشمس هذا ليس عليه شيء، لأنه لم يدرك وقت الوجوب. وكذلك من ولد بعد الغروب، المولود الذي يولد بعد الغروب ليس عليه شيء، لأنه لم يدرك وقت الوجوب. وكذلك من أسلم بعد غروب الشمس ليس عليه شيء، لأنه لم يدرك وقت الوجوب. لكن لو أسلم قبل الغروب وجبت عليه صدقة الفطر، فوقت وجوبها بغروب الشمس ليلة العيد. وأما إخراجها فالأفضل أن يخرجها عند خروجه لصلاة العيد، هذا هو الأفضل. ويجوز أن يخرجها من أول الليل ليلة العيد بعد غروب الشمس، يجوز أن يخرجها بعد غروب الشمس وفي أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ولكن تأخيرها إلى عند خروج الناس لصلاة العيد أفضل إذا أمكن ذلك. ويجوز أن يقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل السلف كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين، يوم 28 يوم 29، لا بأس أن يخرجها في هذين اليومين. وأما الوقت الأفضل فهو في ليلة العيد إلى خروج الناس لصلاة العيد. ومن لم يخرجها قبل صلاة العيد فإنه يخرجها في بقية اليوم، وتكون صدقة، تكون صدقة، ولا يتركها. من لم يخرجها قبل الصلاة فإنه يخرجها في بقية اليوم، ولكن لا تأخذ أجر زكاة الفطر، وإنما تأخذ أجر الصدقات. وحتى لو مضى يوم العيد ولم يخرجها، فات يوم العيد ولم يخرجها، فإنه يخرجها قضاء، يقضيها قضاء، فلا يترك صدقة الفطر، لا يتركها حتى لو فات وقتها، فإنه يخرجها وتكون قضاء. فإن كان متعمدا تأخيرها فهو يأثم، وإن لم يكن متعمدا فإنه لا حرج عليه، ولكن لا بد من إخراجها. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض المفسرين: المراد زكاة الفطر وصلاة العيد،
تزكى يعني أخرج زكاة الفطر، وصلى يعني صلاة العيد، فيكون هذا دليلا من القرآن على صدقة الفطر. ومن السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراجها وفرضها على المسلمين وبين مقدارها، قال صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فمقدارها صاع، صاع بالصاع النبوي، وهو 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو تقريبا، فمن أخرج 3 كيلو فإنه أخرج الواجب عليه، ومن نقص عن 3 كيلو فلا يضمن، لا يضمن أنه أخرج الصدقة كاملة. 3 الكيلو فيها احتياط، وإن كالها بالصاع يخرج صاع. وأما ما تخرج منه صدقة الفطر فهو قوت البلد، قوت البلد، إذا كان الناس يقتاتون الرز يخرج من الرز، إذا كان أهل البلد يقتاتون الذرة يخرج من الذرة، إذا كانوا يقتاتون الدخن يخرج من الدخن، فهي من قوت البلد، يخرجها من قوت البلد المعتاد في البلد، هذا هو الواجب عليه. وتجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، حتى الحمل الذي في البطن يستحب أن تخرج عنه صدقة الفطر، لأنها زكاة للبدن، ويخرج المسلم عن نفسه ويخرج عمن ينفق عليهم ولو شهر رمضان، من تلزمه نفقتهم كزوجته وأولاده، من تلزمه نفقته كزوجته وأولاده ووالديه وأقاربه فإنه تلزمه فطرتهم تبعا للنفقة، ومن تبرع بالإنفاق على شخص فإنه يستحب له أن يخرج عنه صدقة الفطر ولو شهر رمضان. لو إن إنسان ينفق على شخص في شهر رمضان يغديه ويعشيه من باب الإحسان والتبرع، يستحب له أن يخرج عنه صدقة الفطر، قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا زكاة الفطر عمن تمونون، أي عمن تنفقون عليهم، فهي تابعة للنفقة. ويجوز للإنسان أن يخرج عن غيره ولو لم تلزمه نفقته، لكن يستأذنه ويقول أنا سأخرج عنك صدقة الفطر، فإذا أذن له أجزأت، يجوز لإنسان أن يخرج عن غيره ولو لم تلزمه نفقته. ومحل إخراجها، محل إخراج صدقة الفطر في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه، لأنها تابعة للبدن، فتخرج في فقراء البلد الذي فيه الإنسان الذي تلزمه الفطرة، تابعة للبدن. وإن وكل من يخرجها عنه في بلد آخر، كما لو كان هو في بلد وأهله في بلد آخر فوكلهم أن يخرجوا عنهم وعنه، فلا بأس بذلك، ولكن الأفضل
أن كلا يخرج في البلد الذي هو فيه، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن، وتخرج من القوت ومن الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام وقدرها بالصاع، فلا يجوز إخراج القيمة، إخراج القيمة الدراهم عن صدقة الفطر لا يجزي، لأنه خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بإخراجها من النقود، بل أمر بإخراجها من الطعام، فيجب أن تكون من الشيء الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر للإمام أحمد رحمه الله أن قوما يخرجون القيمة ويقولون إن فلانا يقول تخرج بالقيمة، قال يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول فلان، لا يجوز مخالفة السنة ومخالفة النص، ألا تجزي القيمة في صدقة الفطر عند جمهور أهل العلم، ومن أفتى بإخراج القيمة فقد خالف الدليل، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجتهد يخطي ويصيب، والصواب ما وافق الدليل، والخطأ ما خالف الدليل، وهذا شيء في الذمة، يجب على الإنسان أن يبرئ ذمته ولا يتبع قول فلان ولا علان وفتوى فلان، بل يتبع ما يبرئ ذمته بيقين، وهو أن ينفذ السنة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إخراج الطعام في صدقة الفطر، هذا هو الواجب، ويجب أن تدفع إلى الفقير، يجب أن تدفع إلى الفقير في وقت إخراجها، أو تدفع إلى وكيله إذا كان له وكيل، فتدفع إلى وكيله لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، فلا بد من إخراجها في وقت الإخراج، وتدفع إلى الفقير بيده، أو تدفع إلى وكيله المعتمد، هذا هو الواجب. أما أن يبقي صدقة الفطر عنده ويقول أنتظر فلان يأتي ويخليها عنده ويفوت وقت إخراج صدقة الفطر وفلان ما حضر، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز إخراجها عن وقتها. فإن وجدت الفقير الذي تريده يوم العيد أو وجدت وكيله أدفعها له، إذا ما وجدته أعطها لغيره، أعطها لغيره. ويتحرى بها الإنسان المحتاجين الذين لا يسألون، يتحرى بها المحتاج الذي لا يسأل ويدفعها إليه، ويجوز دفعها للسائل الذي يسأل، يجوز دفعها إليه، ولكن الأفضل أن يتحرى الفقير الذي لا يسأل ويدفعها إليه. وعلى كل حال فهذه عبادة عظيمة، لا يجوز التساهل في شأنها، ولا يجوز أن الإنسان يعتمد على غيره ممن لا يثق به، لأن بعض الناس يعتمد على غيره في إخراج صدقة الفطر ولو كان هذا الغير لا يوثق به، أما إذا كان هذا الغير يوثق به فإنه لا بأس يكون وكيلا عنه، هذا هو الواجب على المسلم في هذه العبادة العظيمة
صدقة الفطر، ومما يتبع به شهر رمضان صلاة العيد، إن صلاة العيد مشروعة بعد رمضان، بعد نهاية رمضان، شكرا لله سبحانه وتعالى، وهي شعيرة من شعائر الإسلام. يخرج المسلمون إلى المصلى، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء حتى العواتق، يعني العواتق يعني المخدرات الشابات، وحتى الحيض، ويعتزل الحيض المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. البروز يوم العيد، بروز المسلمين يوم العيد لصلاة العيد، هذا شعار من شعائر الإسلام، فينبغي العناية بصلاة العيد وحضورها واغتنام أجرها. ومما يتبع به شهر رمضان المبارك صيام 6 أيام من شوال، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة، لأن الحسنة بعشر أمثال، وهذه أشهر السنة، فكأنه صام السنة كلها في الأجر والثواب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. فيصوم 6 أيام من شوال، سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شوال ولم يحدد، لكن صومها في أول الشهر أفضل بعد العيد، المبادرة بها بعد العيد أفضل. وكذلك لا بأس أن يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة في الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال 6 أيام من شوال، ولم يقل متتابعة، ولم يقل في أوله، فدل على جواز التتابع والتفريق، ودل على جواز صيامها في أول الشهر وفي آخره أو في وسطه، ولكن كل ما بادر الإنسان وصامها أول الشهر بعد العيد فهو أفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يجعل صيامنا وقيامنا متقبلين لديه سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا هذا الشهر بخير ختام، بالعتق من النار والتوبة، أن يتوب علينا وعليكم وعن جميع المسلمين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. ثم أيها الإخوة، ليس المطلوب أن المسلم يجتهد في رمضان ويتوب في رمضان، ثم إذا خرج رمضان عاد إلى التساهل وعاد إلى المعاصي فينقض ما بنى، فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ما رمضان إلا معود على الخير ومرب على الخير، والله جل وعلا هو رب الشهور كلها، وليس ربا لشهر رمضان فقط، بل هو رب الشهور، والأعمال محصاة وفضلها باقي وشرها باقي في رمضان وفي غيره. فلا يظن أحد إنه إذا انتهى رمضان إن الإنسان أصبح طليقا في المعاصي والكسل والعودة إلى التفريط والإساءة، لا، بل عليه أن يواصل الطاعة وأن يواصل الابتعاد عن المعاصي في كل حياته وفي كل عمره،
حتى يكون رمضان زيادة خير له، وإلا فإنه إذا عاد إلى المعاصي والذنوب وتضييع الفرائض وفعل المحرمات فإن رمضان يضيع عليه ويضيع جهده ويضيع تعبه. ولكن إذا واصل الخير فإنه ينمي عمله ويضيف خيرا إلى خير، حسنات حسنات إلى حسنات. الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. قال بعض السلف عند هذه الآية: لم يجعل الله للعمل غاية دون الموت، فغاية العمل هو الموت، وليس غاية العمل شهر رمضان، وإنما غايته أي نهاية العمل بالموت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعلينا بمواصلة الأعمال الصالحة بعد رمضان وفي كل الأوقات، لأنك عبد لله في كل وقت، لأنك محتاج إلى الله في كل وقت، وليست حاجتك إلى الله في رمضان، وليست الأعمال لا تقبل إلا في رمضان، وليست المحرمات ما تترك إلا في رمضان، بل الواجب على المسلم أن يكون مسلما في كل حياته وفي كل أوقاته. وإنما رمضان زيادة خير في حسناتك ومرجح لأعمالك وموازينك عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يختم لنا شهرنا بالتوبة والعتق من النار، وأن يجعل هذا الشهر يجعله مباركا علينا وعليكم، أن يجعله سببا في استمرارنا على طاعة الله وترك ما حرم الله إلى الوفاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. سماحة الشيخ، كثير من الإخوة يصدر سؤاله بقوله: إني أحبك في الله. أما السؤال الأول في هذه الليلة المباركة فيقول صاحبه: عندنا في بلادنا تدفع زكاة الفطر قيمة للجمعيات، ثم إن الجمعيات تخرجها قوتا، فهل هذا يجزي أم لا؟ هذا فيه خطر، لأن الجمعيات لا تهتم بصدقات الناس لكثرتها وتراكمها عندهم، وهذا واجب في ذمتك أنت، ليس في ذمة الجمعيات، هذا في ذمتك أنت. الواجب أن تخرج صدقة الفطر بيقين، أن تتيقن وصولها إلى مستحقيها في الوقت المحدد، وأن تشتريها أنت، لأن هذا عمل صالح. كونك أنت الذي تشتريها يا أخي، أنت اللي تشتريها، أنت الذي تكيلها بالصاع أو تزنها بالميزان، أنت الذي تدفعها إلى مستحقها، هذه كلها أعمال صالحة، فكيف تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم وتخلي غيرك يتولاها؟ أول شيء هذه في ذمتك، ولا تبرأ ذمتك إلا بيقين وصولها إلى المستحقين في الوقت المحدد، وهذا لا يضمن عند الجمعيات. الجمعيات ما تدري عنها، ليس شخصا واحدا، إنما الجمعيات عدة أشخاص وعدة موظفين وما أدري
ما هو شخص واحد يبي يتكفل لك في ضبطها، فلا تفرط في هذا الواجب العظيم. ثم أيضا تدفع لهم نقود ولا تدفع لهم طعام، هذا أيضا من التفريط. النقود قد يأخذونه ويجعلونه مع النقود ويحطونه في الصناديق وخلاص، ما لأنهم ما يهتمون بما يجب عليك أنت. الواجب على المسلم أنه يهتم بعبادته هو ويتولاها هو ويبرئ ذمته منها بيقين، ولا يكون اتكاليا أو كسلان أو عاجز ويعتمد على الناس. هذا أمر يجب على المسلم أن يتفطن له، يترك عنه الكسل، يترك عنه الاتكالية، يبرئ ذمته بيقين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر على عائلتي وأولادي وزوجتي علما بأني هنا في مكة المكرمة وهم في بلادنا؟ نعم، يجوز أنك تخرج صدقة الفطر في هذا البلد عنك وعن أولادك في بلد وهم في بلد آخر، ويجوز العكس أن توكلهم يخرجون عنك وعنهم في بلدهم، ويجوز شيء ثالث وهو أن تخرج عن نفسك في هذا البلد وهم يخرجون عن أنفسهم في بلدهم، يجوز كل الأحوال الثلاث، لكن لا بد من الإخراج، لا بد من تيقن الإخراج، إخراج صدقة الفطر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لدينا جمعية خيرية، فهل يحق لنا أن نجمع زكاة الفطر ثم نؤخرها لمدة أسبوع أو 5 أيام حتى نتمكن من توزيعها على المحتاجين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما سمعت الكلام، نقول ما يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ما يجوز تأخيرها عن يوم العيد. فإذا لم تجد المحتاجين في يوم العيد قبل الصلاة، صلاة العيد، إذا لم تجد المحتاجين الذين تريدهم أعطها لغيرهم، أعطها لمحتاجين آخرين، لا تخرج لصلاة العيد إلا وقد دفعت صدقة الفطر. نعم. يقول السائل: أحد أقاربي من الفقراء وأريد أن أدفع زكاة الفطر له، ولكنه ليس في القرية التي أنا فيها، فهل يجوز أن أذهب بها إليه؟ إذا وصلت إليهم يوم العيد لا بأس، أو وصلت إليه إلى وكيلهم، إذا كان لهم وكيل في بلدك ودفعتها للوكيل لا بأس، لأن وكيلهم يقوم مقامهم. أما أنك توخرها ولا تعطيها لهم، تقول بروح بعد العيد وروح بمعي لهم، هذا لا يجوز، لأنك أخرت إخراجها عن وقتها. نعم. يقول السائل: ما حكم تكبير الفرد في الميكروفون قبل صلاة العيد بنية إظهار الشعيرة وتحريك الناس للصلاة؟ ما يكبر بالميكروفون، لا يكبر، يكبر بالصوت المجرد، بالصوت المجرد، كل يكبر لنفسه بدون مكبر صوت. نعم. يقول السائل: نحن نعيش في مدينة ونصلي العيد خلف رجل من أهل البدع، فما هو الأفضل، الصلاة خلفه أم نجعل لنا مصلى منفردا مع العلم أننا مجموعة كبيرة؟ ما ندري عن هذه البدعة، ما ندري ايش نوع البدعة، أخشى أنكم تحسبونها بدعة وهي ما هي بدعة، ما ندري. فإذا صح أنه مبتدع فلا تصلوا خلفه، أما إذا كان ظن، إنما هو مجرد ظن، أو أنتم حكمتم بأنه بدعة وهو ليس بدعة، فلا مانع من الصلاة المسلمين جميعا، اجتماع المسلمين مطلوب، ما لم تتيقنوا أن هذا الإمام مبتدع بدعة مكفرة. حتى البدعة اللي ما تصل إلى حد الكفر لا تمنع من الصلاة خلفه، وخصوصا صلاة العيد والجمعة مطلوب من المسلمين أن يجتمعوا وأن يصلوا جميعا،
ولو كان إمامهم عند تقصير عند بعض المعاصي، إلا إذا وصل إلى حد الكفر، إذا وصل إلى حد الكفر فلا يصلى خلفه، أو الشرك بالله لا يصلى خلفه، أما ما دون الكفر ودون الشرك فيصلى خلفه ولو كان غير ملتزم تماما، لأن الاجتماع مطلوب، اجتماع المسلمين مطلوب ومنهي عن تفرقهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ذكرتم في الدرس السابق أن إطالة الثوب تحت الكعبين كبيرة من الكبائر، أي من كبائر الذنوب، فهل يشمل من فعله لغير الخيلاء وجزاكم الله خيرا؟ نعم يشمل الخيلاء، أشد إذا فعله خيلاء فهذا أشد، يصير جريمتين، إسبال هذا جريمة وخيلاء هذه جريمة ثانية، أما إذا فعله من غير خيلاء هذا جريمة واحدة وهي الإسبال. على كل حال ما يجوز إن الإنسان يترك ملابسه تنزل عن الكعبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. نعم. وهل يشمل ذلك البنطلون؟ نعم يشمل جميع الملابس، السراويل والبنطال والإزار والثوب والبشت، ما تنزل عن الكعبين، الحد الفاصل هو الكعب وما فوق، وأما تحت الكعب فهذا لا يجوز، هذا هو الإسبال، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. نعم. يقول السائل: قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. السؤال: هل يجوز إعطاء الفدية بعدد الأيام لمسكين واحد، أو هل يجوز إعطاء الفدية بعدد الأيام لمسكين واحد، أو تعطى لمساكين على حسب عدد الأيام؟ تعطى لواحد لا بس، أن تجمع فدية الشهر كلها وتدفع لمسكين واحد، ما في مانع، يجوز لمسكين واحد ويجوز لعدة مساكين، لا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: أنا شخص قادم من الرياض وسأمكث في مكة 4 أيام تقريبا أو أقل، فعندما أتيت إلى الغرفة في مكة أجمع الظهر والعصر وأقصر جمعا وقصرا، وذلك من وصولي إلى مغادرتي إن شاء الله، فهل هذا فعل صحيح؟ وهل يجوز للفطر في مكة أيضا؟ إذا كانت إقامتك 4 أيام فأقل لك الفطر ولك القصر، ولكن صلي مع الجماعة يا أخي، ما دام عندك مسجد قريب وتسمع الأذان صل مع الناس، صل مع الجماعة في المسجد، ولا تصلي في الغرفة أو في الفندق وعندك مسجد قريب. أما لو كان ما عندك مسجد، المسجد بعيد عنك ولا تسمع الأذان، فلا مانع أنك تصلي وتقصر كل صلاة فيه، أما الجمع فلا حاجة إليه ما دمت نازل، فلا حاجة إلى الجمع، الجمع إنما يكون حالة السير، حالة السير في الطريق، هذا هو الأحسن، الأحسن أنك ما تجمع بل تصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا في منى أيام التشريق كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، فدل على أن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، وإن جمع فهذا جائز، لكن الأفضل كل صلاة في وقتها، هذا إذا لم يكن عندك مسجد قريب، أما إن كان عندك مسجد قريب وتسمع النداء فلا يسعك إلا أن تجيب، قال صلى الله عليه وسلم: إن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يلزم لها الطهارة، وكذلك الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت يشترط لها الطهارة لأنها صلاة، والصلاة من شروطها الطهارة، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لا يشترط لها الطهارة كسائر الأذكار. ذكر الله لا يشترط له الطهارة، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أنك تسبح وتهلل وتكبر تحمد الله بدون وانت ما وانت على غير طهارة، يجوز هذا. ويجوز لك أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانت على غير طهارة. نعم. يقول السائل: كنت أستمع مع الإمام وهو يصلي بالناس صلاة التراويح، وعندما وصل إلى سجدة التلاوة سجدت معه، ولكن عندما رفع رفعت قبله، فهل علي شيء؟ سجود التلاوة إنما يشرع للقاري والمستمع، للقاري والمستمع دون السامع. من مر وسمع السجدة وهو ما قصد الاستماع هذا ما يشرع له سجود التلاوة، إنما تشرع للقاري والمستمع فقط اللي يقصد الاستماع. فإذا كنت تقصد الاستماع وسجد الإمام فإنك تسجد، ولكن لا ترفع قبله لأنه إمامك، لأنه إمامك ولا تسبق الإمام. نعم. يقول السائل: هل إذا توضأ الإنسان بأكثر من ثلثين، لكن فيه ملاحظة، إذا كانت المسافة بعيدة، الإمام في المشرق وأنت في المغرب، لا يصلح أنك تسجد معه، ولا يصلح الائتمام به وهو بعيد، إنما إذا كنت قريبا منه لابد من هذا. نعم. يقول السائل: هل إذا توضأ الإنسان بأكثر من ثلثي مد يعتبر هذا إسراف في الماء، وما هو ثلثي المد؟ لا، ما يعتبر إسراف في الماء، لكن كل ما قل ماء الوضوء مع الإسباغ، إذا قل ماء الوضوء مع الإسباغ فهذا أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، بالمد وهو ربع الصاع. فإذا قل الماء مع إسباغ الوضوء فهذا أفضل وأحسن. نعم. يقول السائل: ذكرتم في كتاب التوحيد أن الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب العلمانية ردة عن الإسلام، ولما قرأ البعض هذا الكلام وكان متحزبا ترك حزبيته وأخذ يحذر الناس من الحزبية ويقول لهم الحزبية لا تجوز وهي ردة عن دين الإسلام. السؤال: هل ما فهمه هذا الشخص من فضيلتكم صحيح، وهل الانتماء إلى كل الأحزاب ردة؟ أنا ما قلت الانتماء إلى كل الأحزاب، أقول العلمانية والأحزاب الإلحادية الملحدة التي لا تؤمن برب هذا هو الردة. أما الأحزاب التي لا تصل إلى الردة لكن عندها بعض المخالفات أو بعض البدع هذا ليس ردة، هذا يعتبر خطأ لكنه لا يصل إلى حد الردة. فأنت اقرأ الكتاب وتشوف أنه مقيد، ما هو مطلق، مقيد بالأحزاب الكافرة. الذي ينتمي إلى الأحزاب الكافرة هذا يكون مثلهم كافرا، أما الذي ينتسب إلى المسلمين هذا مسلم، ولكن الأحزاب التي عندها مخالفات ينبغي له ما ينتسب إليها، ولكن لو انتسب إليها لا يعتبر كافرا. ينبغي أنكم تفهمون الكلام، ما تأخذون على إطلاقه تحملون الكاتب أو القائل ما لم يقله أو ما لم يكتبه. نعم. يقول السائل: وجدت مع أحد الطائفين تميمة فأقنعته بإعطائها لي، لكن لا أعلم ماذا أفعل بها. أتلفها لأنه لا يجوز تعليق التمائم، والتمائم هي الحروز التي يلبسونها لتقيهم من العين أو من المرض
أو تشفيهم من المرض أو تمنع عنهم المرض، لأن هذا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فأنت أحسنت في نصيحتك له وإقناعك له بأن يتركها، فأنت أتلفها، أتلف هذه التميمة. نعم. يقول السائل: هل يقول أنا شاب ولله الحمد أعلم بعض الأحيان الحكم ولا أنكر المنكر وذلك استحياء مني، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا لا يمنع الحياء، لا يمنع من الدين، الدين الحياء الذي يمنع من الدين هذا مذموم، إنما المحمود الحياء الذي يمنع مما لا يليق، الحياء الذي يمنع من الشيء الذي لا يليق بالإنسان بالمسلم كأسافل الأمور والمعاصي وغير ذلك، هذا حياء محمود. وهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو قال: الحياء من الإيمان، الحياء الذي يمنع صاحبه مما لا يليق بالمروءة أو لا يليق بالدين. وأما الحياء الذي يمنع من الخير ويمنع من تعلم العلم ويمنع من السؤال، سؤال ما يحتاج إليه في دينه، فهذا حياء مذموم، أو يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حياء مذموم. نعم. يقول السائل: هناك حلقة من نحاس تباع عند الصيدلي تلبس في اليد، يزعمون أنها تخفف من الألم الموجود في العظام الروماتيزم، فما حكمها؟ إذا ثبت طبيا أن لها فائدة طبية لا مانع، لا مانع منها، لأنها من العلاج. إذا قرر الأطباء أن هذه المادة التي صنعت منها الحلقة أنها فيها فائدة للمريض، تمتص شيء من جسمه أو من جلده، فلا بأس بذلك، لأن هذا من فعل الأسباب المباحة. نعم. أما إذا كانت الحلقة لم يقرر الأطباء أنها تنفع طبيا، وإنما أخذها اعتقادا بها أنها تشفي من المرض أو تمنع نزول المرض، هذا هو المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل حلقة قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني من الحمى، أخذها لتقيه من الحمى. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذا كان يعتقد فيها أنها تشفي أو أنها تمنع من المرض وليس لهذا أصل في الطب، فإن هذا اعتقاد خرافة ولا يجوز. نعم. يقول السائل: عندما تسرق بعض الأشياء فيلجأ صاحبها لقراءة عدية ياسين بطريقة معينة، فيلجأ صاحبها إذا إيش؟ عندما تسرق بعض الأشياء. نعم. فيلجأ صاحبها لقراءة عدية ياسين. عدية يقصد أكثر من مرة. نعم. بطريقة معينة، فما حكم هذا، وهل هي وسيلة انتقام من السارق؟ هذا لا أصل له، هذا العمل لا أصل له، والسارق يبحث عنه، الجهات الأمنية تبحث عنه ويقدم إلى المحكمة، وإذا اعترف أو قامت عليه البينة يقام عليه الحد، تقطع يده، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فعليك أن تبلغ الجهات الأمنية للقبض على السارق. وأما قراءة شيء من القرآن باعتقاد أنه يأتي بالسارق أو أنه يضر السارق، هذا لا أصل له. نعم. وليس هذا سببا في حصول المقصود. نعم. أثابكم الله. الله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة اقطعوا أيديهما، ما قال والسارق والسارقة اقرأوا عليهم ياسين،
نعم. يقول: ما هو الدليل على أن من أقام في بلد أربعة أيام أو خمسة يتم والشارع أطلق كلمة السفر؟ وما صحة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر شهرا في تبوك؟ نعم، الدليل على أن المسافر إذا نوى أربعة أيام يقصر وأنه لا ينقطع السفر بالأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عام حجة الوداع قدم في صبيحة رابعة من ذي الحجة، وأقام بالأبطح إلى يوم الثامن يوم التروية يقصر الصلاة، دل على أن الإقامة إذا كانت أربعة أيام فأقل لا تقطع السفر، وأما إذا زادت على أربعة أيام فترجع إلى الأصل، الأصل أن المقيم يتم الصلاة، هذا هو الأصل، وهذا مقيم فيرجع للأصل في المقيم وهو أنه يتم الصلاة. وأما إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح 14 أو 18 يوم يقصر الصلاة، وفي تبوك 20 يوم يقصر الصلاة، الرسول ما نوى إقامة وإنما أقام يترقب أحوال العدو ولا يدري أي ساعة يحصل المواجهة بينه وبين العدو، لأنه في حالة غزوة حنين في مكة وغزوة تبوك مع الروم، الرسول ما نوى إقامة محددة في مكة أو في تبوك، وإنما أقام يترقب أحوال العدو ولا يدري في أي ساعة يحصل المواجهة بينه وبين عدوه. نعم. يقول السائل: وقع بيني وبين أحد الناس خصومة، وذلك على أمور الدنيا، وكلما التقيت عليه ألقيت عليه السلام لم يرد علي، فأجد في نفسي حرجا شديدا، فهل يجوز لي عدم إلقاء السلام عليه علما بأنه لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي هذا أشد من الذي حصل بينك وبينه، الذي لا يصلي اهجره، لأنه إذا ترك الصلاة متعمدا وأصر على ذلك يكون كافرا، لأن من ترك الصلاة متعمدا فقد ارتد عن دين الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم